السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ البلدي المحشية بطريقة جميلة روعة، هتعجبكم في منتهى الجمال وريحتها تحفة. وهنقدم جنبها البطاطس الشيبسي او الصوابع زي ما بتحبي، وهنعمل جنبها ملوخية واللفت بتاعنا اللي مخللينه مع بعض. انت عايزه تعملي جنبها مكرونه، اعملي الاكله اللي تريحك، محشي اعملي الاكل اللي يناسبك انت. انا ده الاكل النهارده اللي قدمته معاكو، دي فراخ من المنوفيه بلدي، عشان الحشو بتبقى بلدي صغيره. الفرخه بتجيبيها كيلو او كيلو الا ربع، تطلع جميله في منتهى الجمال. يا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم. ويلا يا حبايبي كده نسمي وندخل على المقادير مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا معلقتين سمنه همت في الحله على النار عشان نعمل الرز اللي هنحشي بيه الفراخ البلدي، ومعايا كبد وقوانص. الكبد والقوانص دي بتاعت الفراخ، بتقطعيها حتت صغيره عشان ما تاخدش سوا معاكي. وغسلتها انا، هي بتتحطي عليها خل وملح وتصفيهم وتشطفيهم كام مره كده تحت الميه، وبعد كده هنشوحهم بقى في السمنه دي قبل ما نحط الرز. من غير ما تحطي عليهم اي اضافات. لازم تتشوح في السمنة كده عشان تشرب ميتها وتستوي شوية معانا قبل ما نحط الرز وقبل ما نحط اي توابل. بصوا خلاص ابتدت هتتحمر معايا، احط لها حبة فلفل اسمر كده. اما خلاص خدت التشويحه معانا وابتدت تتحمر كده، هننزل بالرز هناخد كده تشويحه للرز. وتفضلي تقلبي الرز كده لغايه ما الرز يشرب ميته. معانا بصله كبيره، اتنين متوسطين كده حلوين، كل ده نديله تقليبه كده مع بعضه. كده شوحنا البصلة مع الرز، هننزل بطماطم كده 3 طماطميات على حسب كمية الفراخ اللي هتحطيها. انا عاملة 3 فراخ. دلوقتي بقى هننزل بحبة فلفل اسمر تاني كده عشان الحمام بيحب الفلفل الاسمر، وننزل بالبهارات كده، بهارات اللحمة. ونقعد نشوحهم كده. طبعا هحط لها ملح، الملح حسب ما بتحبي بقى، تزودي ملح تقللي على حسب الملح اللي انتوا بتحبوه. انا هحط ملح اهوت 2 معلقة صغيرين،
وبعد كده دوق اشوف الحجر بتاع الرز كويس ولا لا، زي ما بتعملي اي رز. هتفضلي تشوحي كده هنزل بيها بقى بمية بسيط او بتاع ربع كوباية كده عشان اسويه ربع سوا، عشان هيستوي مع الفراخ، الفراخ صغيرة فمش هتاخد سوا، فاحنا يا دوبك يشرب المية دي ونحشي بيه الفراخ على طول ان شاء الله. اول ما يشربها هطفي عليه، بصوا المية مش مغطياه عشان هو، واوطي عليه خالص لغاية ما يستوي بس بتاع ربع سوا كده، وبعدين ايه هنسوي بقيته مع الفراخ ان شاء الله. معايا الفراخ اهيت زي ما احنا شايفين، الفراخ ديت الفرخة كيلو زي ما انتوا شايفين انا غسلتها ازاي. اول حاجة بتشيلي حتة الزفرة اللي الجناح ديت بيبقى فيها حتة صغيرة، دي لازم تتقطع، هي دي الزفرة بتبقى موجودة في الحتة دي، وبتقشطي الحتة اللي تحت ديت، بتقشطيها بالطريقة ديت وبغسلها كويس، وبعد كده بنقعها في ليمون وملح حوالي ساعة، وبعد كده بدعكها بالدقيق وانقعها في الدقيق تاني برضه حوالي ساعة، وبعد كده بشطفها بتبقى زي الفل وما فيهاش اي زفارة. اي دي طريقتي اي فراخ تيجي بيها. هنحشيها الوقت ازاي؟ احنا عملنا الرز اهو بيوصل للسوا ده كده، هتحشي البطن كده طبعا بقى، بتحشي الكمية اللي انت عايزاها كده، الرز مش هيكتر، فهتضمني ان هو مش هيولد بقلب الفرخة كده. حشينا من تحت كده، هتمسكي الرقبة بقى بالطريقة دي، وبرضو هتحشيها، هحشي برضو الزمرة كده زي ما انتوا شايفين اللي هي الرقبة. بعد ما حشيتها بالطريقة ديت بتحاولي تخلي القوانص كده لبره عشان تقفل، والرقبة زي ما انتوا شايفين اهو مليناها، هتيجي بالرجل دي تدخليها في المكان اللي تحت دوت كده، هتقفلي عليها. كده وهنجيب الرجل التانية برضو عليها ونقفل. حشيتهم بقى بالطريقة ديت، وهحشي التالتة ومعايا على النار، ومعايا على النار اهوت مية وفيها بصلة وفيها فلفل اسمر وبهارات، دي اللي هنسلق فيها الفراخ. لو عندك كرفس حطي، ما عندكيش، لو عندك بصل اخضر كده حتة صغيرة زي ما انا حاطة تحطي، واما تغلي ان شاء الله هنسقط فيها الفراخ، واما تتسلق بقى اوريها لكم ان شاء الله هنعمل ايه تاني. السلقت اهي يا حبايبي بالطريقه ديت، اهي سلقناهم بالطريقه ديت. هنحط اللي هندي الصينيه زيت، وهنمسك الفرخه عندنا الصلصه اللي عملناها مع بعض اهي، حطيت عليها زيت وشويه فلفل اسمر، وهندهن بيها الفرخه كلها. نمسك الفرخة كده وندهن بيها، هندهنها وش وظهر كده، بتدي طعم جميل اهي. هدهنهم طبعا التلاتة بالمنظر دوت، وهدخلهم تحت الشواية هيتحمروا معانا بقى، وان شاء الله لما يطلعوا هنوريهم لكم. ودي شكلها يا حبايبي اما طلعت، بصوا شكلها جميل ازاي في منتهى الجمال، وريحتها تحفة. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.